السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أرحب بكم في المملكة العربية السعودية وأنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياتي لقمته الهادئة بالنجاح. إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار بادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أرضها، ونأمل أن تأسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن التحديات الكبرى التي تعرضها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد 19 والأوضاع الجيوسياسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتحافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي، كما للتحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها تغير المناخي وعزم المجتمع الدولي على إبقاء درجة حرارة الأرض وفقا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية والانسداد من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف أولويات كل دولة. إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسية دون مراعاة الأثر النافع عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية والمستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معقول وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وصاعد الجرائم والتطور في الإرهاب. ونؤكد أن نمو الاقتصاد العالمي يطلب ارتباطا وثيقا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال تقنيات نظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم للاحتياج الصفي في عام 2050 أو ما قبلها مع المحافظة على امتداد الطاقة. ولذلك تبنت المملكة نهج متوازن للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج اقتصادي دائري للكربون بما يتوافق مع خطتها النووية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطور تقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لدعم تلك الجهود المحلية والإقليمية. كما نؤكد على أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنيات نظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميا، مع أهمية طمع المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديد الاستثمارات لتلافي امتناعهم على الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في امتداد الطاقة من شأن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي. They're withholding from investing. وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى الطاقات الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. أصحاب الجلالة والفخامة، إن مستقبل الطاقة الذي نشهده يتطلب تبني رؤية واضحة وأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وترتكز على الاحترام المتبادل بين الدول المنطقة وتوفر خواصر ثقافية واجتماعية مشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية من خلال التزام بالمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وامتدادا لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد دعم جميع الجهود الرامية لوصول حل سياسي يمني يمني وفقا للمرجعيات الثلاث، كما بذلت المملكة مسعية لتثبيت الهدنة الحالية وسوف يستمر في تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخائها يتطلب في الإصرار في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرات القرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية. وأنه يسرنا ما يشهد العراق مؤخرا من تحسن في أمنه واستقراره بما ينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار وتفاعله الإيجابي مع محيطه العربي والإقليمي. ومن هذا المنطلق فإننا نشيد بتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين المملكة والعراق وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء، كما ننوه بمشاريع الربط الكهربائي الجاي تنفيذها بين المملكة وكل من مصر والأردن. وإن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية وواقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا
وليبيا بما يكفي لإنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين. أصحاب الجلالة والفخامة، إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم، ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها، ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكتنا ويخدم المنطقة والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطي الكلمة الآن لفخامة الرئيس جوزيف بايدن. Well, thank you. It's good to be once more together with so many vital partners and strengthening our cooperation on the future of this consequential region of the world. I'd like to thank our Saudi hosts for inviting the United States to join this summit and for their hospitality in welcoming all of us. A great deal has changed since I visited this region when I served as Vice President of the United States, both on the world stage and in the Middle East. Around the world, we're seeing efforts to undermine the rules-based order, with China's increasingly coercive actions in the Indo-Pacific and beyond, with Russia's brutal and unprovoked war against its neighbor in Ukraine, with Iran's destabilizing activities. Here in the Middle East, we've also seen critical changes. For the first time since 9/11, an American president is visiting this region without American troops being engaged in combat and a combat mission in the region. We'll always honor the bravery and selflessness of the and sacrifices of the Americans who served, including my son, Major Beau Biden, who was stationed in Iraq for a year. And we'll never forget the memory of the 7,054 American troops who made the ultimate sacrifice while serving in Iraq, Afghanistan, and elsewhere over the last two decades. But today, I'm proud to be able to say that the era of land wars in the region, wars involving huge numbers of American forces, is not underway. But we maintain both the capacity and the absolute determination to suppress the terrorist threat wherever we find it. We've demonstrated that this year, eliminating the mirror of ISIS on a daring operation just this week, taking out another key leader of ISIS. We're going to continue our counterterrorism efforts, working with a broad coalition of countries, including everyone around this table. And we will turn our attention and our resources to supporting our partners, strengthening our alliances, and building coalitions to solve the problems facing this region of the world and the world today. The United States is clear-eyed about the challenges in the Middle East and about where we have the greatest capacity to help drive positive outcomes. Our objectives are focused on, are focused, realistic, and achievable so that we can target our resources, rebuild trust, and deliver real results. And we will operate in the context of the Middle East as it is today, a region more united than it has been in years. The GCC is a prime example of that. Former rivals reestablished diplomatic and economic ties. New memberships are being forged. And increasingly, the world is seeing the Middle East, through the lens of opening and opportunity. Let me state clearly that the United States is going to remain an active, engaged partner in the Middle East. As the world grows more competitive and the challenges we face more complex, it is only becoming clear to me that how closely interwoven America's interests are with the successes of the Middle East. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with action. نسعى للبناء على هذه اللحظة بالقيادة الأمريكية والعلاقات الأمريكية. إن الإطار الخاص لنا في الشرق الأوسط له خمس عناصر أساسية أود أن أتقاسمها معكم. أولا، الولايات المتحدة ستدعم وتقوي الشراكات مع الدول التي تعمل طبقا للنظام العالمي وقواعده، وسنتأكد
من أن هذه البلدان يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أي تهديدات أجنبية. الولايات المتحدة وكل من واحدة من الدول حول هذه الطاولة هم جزء لا يتجزا وأساسي من هذا النظام، ولن نسمح باستخدام القوة لتغيير الحدود. إن مجلس التعاون ومصر والأردن حين صوتوا في الجمعية العامة لإدانة غزو روسيا لأوكرانيا كانت لحظة حاسمة، وأظهرت أن قيم الاستقلال ووحدة الأراضي هي أمور يتفق عليها الجميع. وأود أن أكون واضحا أن الدعم منظومة مبنية على القواعد لا تعني أننا يجب أن نتفق على كل موضوع، ولكنها تعني أننا نتفق على مبادئ أساسية ورئاسية تسمح لنا بالعمل مع بعضنا البعض في أهم التحديات العالمية. على سبيل المثال بشأن الأمن الغذائي، فنحن نعمل ونقدم مليارات الدولارات لتخفيف حدة هذه الأزمة في المنطقة. هنا بأكثر من مليار دولار تأتي من طرف الولايات المتحدة. بشأن أمان الطاقة، نعمل على أن تتوفر الإمدادات الكافية وأن يكون هناك ما يكفي للإنتاج على مدار الأشهر القادمة. بشأن أزمة المناخ، نستثمر مئات المليارات من الدولارات بما فيها مبادرة تحقيق الطموحات المناخية، ونعمل مع بعضنا البعض لتنويع سلاسل الإمداد والاستثمار في البناء التحتية. ونتطلع مستقبلا لاستضافة مصر والإمارات المتحدة لقمم المناخ التالية. ثانيا، الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوة أجنبية بأن تهدد حرية الملاحة في ممرات المائية للشرق الأوسط وبما فيها مضيق باب المندب، ولن نتسامح في جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى في المنطقة عن طريق بناء القدرات العسكرية والتهديدات. إن التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية للشرق الأوسط هو شريان الحياة للاقتصاد العالمي. هذا هو الوضع الذي استمر لعقود، وحين تلتزم البلدان للنظام العالمي فإنه يسير بصورة جيدة، وبالتالي فإن إدارتي ستعمل دائما لحماية هذه الممرات المائية. لقد أسسنا قوة مهام بحرية مع العديد من جيرانكم لتأمين البحر الأحمر بما فيها أول قوة مهام بحرية تستخدم تكنولوجيات حديثة لتحسين الوعي البحري. كذلك فإننا دمجنا الدفاعات الجوية للتمكن من التعامل مع أي تهديدات جوية. ثالثا، الولايات المتحدة لن تسعى فقط لمواجهة أي تهديدات للاستقرار الإقليمي، بل سنسعى أيضا لتقليل التوترات والتخلص منها في أي منطقة. هذا الأسلوب يعود بالفعل بعوائد إيجابية كما ذكرنا في اليمن، فبالتعاون عن قرب مع المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات، فنحن الآن نمر بدهنا هي في الشهر الخامس، ونرحب بقيادة رئيس الوزراء الكاظمي لضم دول من المنطقة مع بعضهم البعض في حوارات في بغداد. وبفضل الشهور الطويلة من الدبلوماسية الهادئة فقد تمكنا من إزاحة قوات حفظ السلام من جزيرة تيران في البحر الأحمر، ونحول منطقة كانت في السابق تثير الحروب إلى مرفأ يدعم التجارة والازدهار والسياحة. وكما تحدثنا مع الكثيرين منكم فإن مجابهة التهديدات الآتية من إيران، فإننا أيضا نستخدم الدبلوماسية للتأكد من منع برنامج النووي لإيران. ولكن بغض النظر عما يحدث فإن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم حصول إيران على القنبلة النووية أبدا. رابعا، ستبني الولايات المتحدة روابط اقتصادية وأمنية بين الولايات المتحدة وشركائها في كل مكان وفي أي مكان، مع احترام حرية وسيادة هذه البلدان واختياراتها. هذه الروابط هي الأسس التي نعمل على أساسها اليوم. كم عام قضينا نحاول ربط الطاقة الكهربائية للعراق مع شبكة الكهربائية لمجلس التعاون. أذكر استماع لإيجاز في عام 2016 حين كنت نائبا لرئيس الجمهورية، وقلت إذن أنجزوا هذا الأمر،
ولكن أخيرا اليوم بعد سنوات من الفشل أنجزنا هذا وحققنا بفضل الجهود من القادة حول هذه الطاولة. إن اتفاقية التجارة الحرة والاستثمارات مثل ما هو بين المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، كلما بنينا هذه الروابط كلما تحققت فوائد أكثر وعادت بفوائد على شعوبنا. خامسا، ستحترم الولايات المتحدة دائما قيم حقوق الإنسان وقيم الحرية العامة في ميثاق الأمم المتحدة. هذه الحريات هي أساس جوهر شخصيتنا نحن كأمريكيين، هي جزء من كياننا وشخصياتنا. وتقول أن المستقبل يكون للبلدان التي تتيح الفرص لمواطنيها بلا قيود، وهذا يستدعي بناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أقوى وأيضا قدرة عسكرية أكثر حداثة وتطورا. ويجب أن يكون هناك القدرة على انتقاد القادة بدون الخوف من الانتقام. لقد انتقدت كثيرا على مرور السنوات وبدون انتقام، ويجب أن يكون هناك حرية على تبادل الأفكار لإتاحة الفرصة للابتكار. إن المؤسسات التي تكون محل المحاسبة ولا ينتشر فيها الفساد وتحترم حكم القانون هي أفضل وسيلة للنمو والازدهار والعدالة. لا يوجد دولة تنجح في هذا دائما وفي كل وقت بما فيها الولايات المتحدة، ولكن شعبنا يزداد قوة وبلداننا بالثقة والقدرة على التعلم من الأخطاء تصبح أكثر قوة وصلابة. دعوني أختم داعيا الجميع أسمع هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة بشراكة معكم جميعا، ولن تغادر مطلقا. هذه طاولة حافلة بالقادرين على حل المشاكل، يمكننا إنجاز الكثير مع بعضنا البعض. شكرا على دعوتي لأكون في قمتكم اليوم، وشكرا على سنوات من الشراكة بين بلدانكم والولايات المتحدة، وندعو الله أن يحمي قواتنا. شكرا. شكرا فخامة الرئيس. والآن أعطي الكلمة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة العربية المملكة الأردنية الهاشمية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو فخامة الرئيس جو بايدن، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض. فيسوني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود والمملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم. Mr. President, thank you for your participation in this summit. Your presence today is a testament to the United States' dedication to the stability of our region and our close and historic partnership. It underlines your leading role and efforts to bolster regional security and support peace and prosperity. والسمو، نجتمع اليوم ومنطقتنا والعالم تواجه تحديات متعددة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم. لذا لابد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه. ونحن في الأردن نحرص على ترجمة هذه الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة عن طريق البناء على علاقاتنا التاريخية والراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأشقائنا في مصر والعراق لخدمة مصالح شعوبنا. وننطلق في هذه الجهود إيمانا منا بأن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل بشكل تشاركي،
حيث أننا في الأردن ما زلنا نستضيف أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري، نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية، كما نواجه المخاطر الأمنية المتعددة المتجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة بأكملها. وتلك مسؤوليات نتحملها بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لابد أن يواصل دوره في التصدي لآثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ولضمان نجاح الشراكات الإقليمية التي نسعى إليها، فيجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقانا في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهنا علينا إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فلا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وختاما أجدد الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود والمملكة العربية السعودية على مساعيهم الكبيرة لتعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما هو خير لمنطقتنا وعالمنا. And I thank you again, President Biden. وأشكرك مرة أخرى فخامة الرئيس بايدن على جهودك للسعي تجاه السلام والازدهار في منطقتنا وفي عالمنا. أشكر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على كلمته، والآن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، فخامة رئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتقدم بالتحية والتقدير للدول المشاركة في قمة اليوم والتي تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استنادا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة قائمة على إعلاء مبادئ راسخة لا ينبغي أن نحيد عنها لتحقيق المنفعة المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها. لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجائحة كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء وتفشي النزاعات المسلحة دوليا وإقليميا والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة. وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات، وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وآفاق تسوياتها. ويتعين في هذا السياق أن تكون لدولنا ومنطقتنا إسهاماتها الملموسة في صياغة حلول دائمة غير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية، وهو ما نعمل في مصر على تحقيقه انطلاقا من إيماننا بأن للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية. فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صحابة التاريخ المجيد
والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة، من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها من خلال استدعاء نزعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفرضته وحفظته وحملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر وقبوله. واسمحوا لي في هذا من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن 5 محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً. أولاً، لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية ويعدد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من أمال. ومن هنا فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل النهائيين لا رجعة فيه، يكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة. ثانيا، إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الإيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية لتطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون ومواجهة القوة الخارجة عنه وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية وتمكين المرأة والشباب وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولا إلى التنمية المستدامة، تلبية لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز. ثالثا، يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي والذي يؤكد على أنه كل لا يتجزأ وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات
ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والأخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. هذا ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة. رابعاً، يظل الإرهاب تحدياً رئيسياً عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتتورط قدرتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود. وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل. خامساً، يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة كقضايا نقص إمدادات الغذاء والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلع. وفي هذا السياق تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين، مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية. وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونا فعالا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. ولعل ما حققه منتدى غاز الشرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا، وتجسيدا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونا لمصادر الطاقة. أما فيما يتعلق بالأمن المائي فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتوح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلول دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب. واتصالا بتغير المناخ فيتعين علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها،
ولا يفوتني في هذا الإطار التأكيد على أن منطقتين العربية والإفريقية تعدان إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي. ومن ثم يتعين علينا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تساهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلى هذه الدول، فضلا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المجددة. وفي هذا الصدد فإنني أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية لمناخ COP27 في نوفمبر 2022، لنواصل معا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أردت اليوم أن أشارككم المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقتنا على طريق الاستقرار الشامل والمستدام، ولكي نبدأ معا فصلا جديدا من الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا، والتي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين وإعلاء المصالح المشتركة وتقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر. وختاما، لا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أبعث رسالة لشعوبنا الشقيقة والصديقة وشركائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، فأقول لهم ستجدون دائما في مصر التي عرفتموها وشهدت الحضارة الإنسانية أولى لبناتها على ضفاف النيل الخالد سندا وشريكا لكم ويدا تمد العون من أجل حفظ وتعظيم مصالحنا المشتركة، ولنسير معا بخطى ثابتة على طريق المستقبل في البناء والتنمية والتقدم، نضيئه بأملنا وعزمنا الذي لا يلين واعتمادنا على أنفسنا ورؤيتنا المشتركة لكيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخياراتها وحقها في تقرير مصيرها، واثقين في نهجنا وفيما تتيح شراكتنا من قدرات وما لدينا من خبرات تمكننا من اجتياز الصعاب مهما بلغت، ونرسم غدا أفضل لنا جميعا وللأجيال القادمة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على كلمته، والآن أعطي الكلمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا بداية أن نعرب عن تهانينا القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام، معربين عن خالص الشكر والامتنان على دعوته الكريمة لهذه القمة الاستثنائية التي تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بقيادة فخامة الرئيس جو بايدن، وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنمية لكافة شعوب الشرق الأوسط بمواجهة مشتركة للتحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية. إن منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلب منا تفكيراً
متزنا وعميقا لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا بد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد كما تم عرضه في مخرجات ورشة السلام من أجل الازدهار التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019 إضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني ويبقى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات احتراما لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي علاوة على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيمات المتطرفة الخارجة عن القانون إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي منا التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار وفي هذا السياق نؤكد على أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الملاحة الدولية وتأمين إمدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لما يزيد عن 75 عاما من مملكة البحرين وعلى هذا الصعيد فإننا نؤكد على أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار ولا نقفل هنا عن ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها للأسواق العالمية وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقا للأمن الغذائي إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل أن تسفر هذه القمة عن نتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز مسار التعاون المشترك وترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا لكي يمكننا من مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وإرساء الأمن والاستقرار ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لدولنا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على كلمته، والآن أعطي الكلمة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، فخامة الرئيس جو بايدن، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد على استضافة هذه القمة الهامة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم لإنجاحها. السادة الكرام، ينعقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف. ويدرك الجميع أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، وأن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على شعوبها وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي. ولكن كما هو معروف، فإن القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به. ومنذ نهاية الحرب الباردة تتحاور الدول حول ضرورة وجود تحالفات لقوى دولية ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقادرة على فرض هيبتهما على نحو غير انتقائي، بحيث لا تخضع لمصالح دول بعينها أو توجهاتها الأيديولوجية، أو ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الآن. ندرك جميعا أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره، وللحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين، فقد ساهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط. وفي هذا السياق، فإن دولة قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا ودعمها الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب، لن تذخر جهدا في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة. السادة الكرام، إننا نؤكد على أهمية العلاقات الخليجية والعربية عموما مع الولايات المتحدة، وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها. ولا يخفى على أحد الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم. إن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري، ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره. ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما مخاطر التسلح النووي، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية. كما نؤكد على ضرورة حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المصالح المشتركة والمشاركة في تحمل المسؤوليات. إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمين العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته. وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة. ولم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتفضيل سياسة القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف. لقد أجمعت الدول العربية
على الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعا إذا وافقت إسرائيل على تسوية بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية سلام، ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها، ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات. وكما أن لإسرائيل رأياً عام، فإن لدينا أيضاً في العالم العربي رأياً العام. إننا نتطلع إلى دور فاعل للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليها المجتمع الدولي، بحيث لا يكون المقصود تفاوضاً من أجل التفاوض ولا لإيهام أنفسنا أنه ثمة عملية سلام جارية. السادة الكرام، إننا نثمن الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة المملكة العربية السعودية إلى طرحها، ونتطلع إلى استمرارها حتى التوصل إلى حل لهذه الأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن. وعموماً يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعاً، بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول، ومنها حصر أدوات العنف بين يدي الدولة والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة. فقد تتجاوز المحاصصة الشراكة في التمثيل السياسي إلى تقاسم الدولة ومؤسساتها كأنها غنيمة، وبحيث لا تعود قادرة على القيام بمهامها. هذه المبادئ تصلح أيضا دليلا موجها في العراق ولبنان التي تعيش أزمات من نوع آخر. وبالنسبة لسوريا، لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري، وعلينا جميعا العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا لمقررات جنيف واحد بما يحقق تطلعات الشعب السوري. وفيما يتجاوز مسؤولياتنا الإقليمية، لا ننسى مسؤولية المشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء، ومنها قضية التغير المناخي. ونتطلع أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة كوب 27 القادم في جمهورية مصر العربية توقعات المجتمع الدولي في هذا الشأن. أدعو الله تعالى أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني على كلمته، والآن أعطي الكلمة إلى دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس جمهورية العراق، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم هذه القمة المهمة التي نتمنى أن تسهم في تكريس التعاون والتكامل في منطقتنا. نلتقي اليوم وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة، وأيضا وسط أمالي وتطلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومد جسور الثقة وتغليب لغة الحوار من أجل تحقيق بيئة مستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة. لقد كان العراق بتعاون أشقائه وجيرانه وأصدقائه دور أساسي في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم داعش، ولكن لا زال أمامنا طريق إضافي لاقتلاع جذور الإرهاب، وما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله
عبر التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات والخبرات. إن المخاطر التي أفرزتها الأزمة في أوكرانيا تطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة. في منطقة الشرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغيير المناخي وأزمة المياه ومخاطر التصحر، مضافة لذلك كله التحديات الصحية أثر ظهور وانتشار أوبئة مثل جائحة كورونا، وكلها الأزمات تستدعي أن نتحرك سوية متكاتفين للتصدي لها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يقترب عمر النظام الديمقراطي الدستوري في العراق من العقدين عقب عقود من الدكتاتورية، وهذه الديمقراطية الناشئة لا تزال تتقدم رغم التحديات والأزمات الكبيرة، ولكن لا تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات، وهذا ما يؤكد الحاجة على الحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية في الحياة العامة، وهو مسار يستلزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات. بعدما تجاوزنا مرحلة طرد تنظيم داعش من أرضنا، أمسكت قواتنا العسكرية والأمنية بالملف الأمني، وهي في مرحلة تطور بشكل مستمر لحفظ أمن العراق ومقدرات شعبنا. يسعى العراق إلى تعزيز بيئة الحوار في منطقتنا، ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح شعبنا كما تخدم مصالح شعوب المنطقة. إن اللقاءات والمؤتمرات الثلاثية التي جمعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قد أنتجت رؤية مشتركة لفتح مديات التعاون والتكامل في مجالات مختلفة، كما كان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة معبرا عن الروابط التاريخية التي تجمع دول المنطقة. وقد خطى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمة لتمتين علاقاتهم الرامية لتحقيق التكامل في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق أبرمنا مجموعة اتفاقات للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك قمنا بربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وقد قمنا بمبادرات لتعزيز الحوار والتعاون والشراكة في المنطقة، والعراق ماضي بهذا النهج الذي يصب في مصلحته الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام. وفي هذا السياق يدعم العراق مسار حوار ومفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط وجعلها منطقة آمنة، بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم بأسره. وفي هذا الصدد تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني. إذ يؤكد العراق أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكذلك يدعم العراق الهدنة في اليمن القائمة بصفتها بداية مثمرة لإنهاء الأزمة اليمنية وعودة الاستقرار ودعم المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء هذا الصراع. كما يدعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة السورية ومعالجة تداعياتها الإنسانية وإيقاف هذه الحرب العبثية. ويجد العراق وقوف إلى جانب لبنان من أجل تجاوز أزمته السياسية والاقتصادية وبناء جسور الحوار والتعاون لعودة الاستقرار إلى هذا البلد. وفي سياق التعاون البيئي بين الأشقاء، أود التذكير أن العراق رغم يبقى منتجا مهما للنفط، ولكن شريان الاقتصادي هذا يزيد من تحدياتنا البيئية، لذلك نعمل بسرعة على استثمار الغاز الذي يحرق في حقول النفط، كما نوسع نطاق الاستثمار في الطاقة البديلة. إن دولنا تشكل الأجيال الشابة نسبتها الكبرى تواجه استحقاقات مضافة
لجهة فهم متطلبات هذه الأجيال التواقة إلى التقدم والإنجاز والتكامل مع الآخر، وتطلعاتها إلى استثمار الإمكانيات وتحويل أزمات إلى فرص نجاح. وفي هذا السياق يقترح العراق إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، ويهتم البنك بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل مشاريع في البنى التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصاديات المنطقة، ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكة الكهرباء الإقليمية وخطوط أنابيب النفط والغاز وشبكات الطرق السريعة والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، كما يمول المشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار التغيير المناخي. ختاما، نتمنى لهذه القمة تحقيق أهدافها المرجوة خدمة لبلدنا، وأن نجتمع دائما لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة في ظل وجود قادة من الشباب يستطيعون أن ينقلوا المنطقة إلى أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر دولة السيد مصطفى الكاظم على كلمته، والآن أعطي الكلمة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية ونحن في رحاب مدينة جدة البوابة الرئيسية لدخول أعظم بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، أن نمثل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ويطيب لي أن أنقل لكم تحياته الأخوية لأشقائه ولأصدقاء دولة الكويت من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد وللقمة الميمونة كل النجاح. كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، ولأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى حكومة وشعب المملكة الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لاستضافة هذه القمة الرابعة والهامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصدغتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجمعنا بها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، لا سيما في ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متعددة ومتسارعة. أصبحت تتطلب منا جميعا المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون والتفاهم لمواجهتها، عبر بناء تصورات واضحة ومعلنة
سعيا لتحقيق غاياتنا المشتركة ولتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. ولهذا التجمع المبارك لدول الخليج العربية الشقيقة وحليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشكل خاص، ولدول عربية شقيقة نجتمع معها اليوم وتجمعنا بها رؤية مشتركة ووحدة مصير وأمن شامل، وهي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق الجار الشقيق. ويسعدني الترحيب بفخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ترحيبا أخويا خاصا لزيارته التاريخية والأولى لمنطقة الشرق الأوسط ومشاركته الكريمة في أعمال القمة الاستراتيجية، مستذكرا وبكل فخر واعتزاز ما وصلت إليه علاقاتنا المشتركة نحن دول الخليج العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصغيرة، من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات وما يعكسه ذلك من عامل محفز لمواصلة جهودنا لدعم المصالح الاستراتيجية بين الجانبين. وهنا لا يسعنا إلا أن نستذكر قيادة وشعبا ببالغ التقدير والعرفان الدور البارز الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا في التصدي للعدوان ورد الطغيان في ملحمة لن ينساها التاريخ، جنبا إلى جنب مع إخواننا دول مجلس التعاون وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة والصديقة وكافة الشعوب المحبة للحرية والسلام في عملية تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي الخاشم البائد عام 1990. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، تفتخر دولة الكويت بانتمائها إلى هذا التجمع المبارك ألا وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما حققه هذا الكيان الأخوي المتين من إنجازات مشهودة ولسنوات عديدة تزيد عن عقود أربعة عبر فيها الأشقاء الأعضاء في مجلس التعاون بلحمة الدم والنسب والدين ووحدة المصير إلى بر الأمان، محققين النهضة والازدهار لشعوبها، متضامنين في قضاياها المشتركة ومتفاهمين برؤية وعمل مشترك، مسطرين نموذجا راقيا في الاتفاق والاختلاف دون الخلاف، وأوفياء لوطنهم، محبين لشعوبهم، ليصلوا بذلك إلى احترام العالم أجمع لهم ولشعوبهم. واسمحوا لي أن أؤكد وبكل ثقة على أننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ماضون في مساعينا الحميدة نحو تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك استنادا إلى إيماننا المطلق بضرورتها وأهميتها في ظل أحداث تستوجب الاتحاد والتكامل والتقارب للتباعد والتجمع للانفراد والتكاتف للانعزال. وإننا نتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجي الأمريكي والتي شهدت نمواً متميزاً يدفعنا إلى مواصلة بحث سبل تطويرها
للارتقاء بمقومات التعاون الخليجي الأمريكي على كافة الأصعدة والمجالات. وفي هذا الصدد فإننا في دول مجلس التعاون نأمل بأن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقودا طويلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعين للعمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع دولنا والعالم أجمع بما يساهم في جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن أهمية مواصلة العمل المشترك نحو التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية. وفي هذا الشأن اليمني فأننا نثمن جهود الأشقاء في اليمن وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، مؤكدين على دعمنا الكامل لجهودهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ويحودنا الأمل بأن تضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها منطقتنا، وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق، سوريا، ليبيا، لبنان، أفغانستان وغيرها من القضايا الأقليمية التي لا تزال تلقى بظلالها على استقرار الأمن الأقليمي والعالمي. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية فإننا نؤكد على موقفنا المبدئي القائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي المبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستغلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة والتهديد بها. وختاما لا يسعني إلا أن أعبر عن تطلع بلدي الصغير بحجمه الجغرافي، الكبير بطموحاته، المحصن بوفاء وولاء شعبه الأصيل ومبادئه في الدفع بالسلم والعمل الإنساني، البلد القوي بتعاونه الأخوي مع أشقائه وأصدقائه، تطلعه الدائم إلى عالم يسوده الأمن والأمان، وأن يتحقق لكافة الشعوب طموحاتها وآمالها، وأن يتحد الجميع صفا واحدا لنبذ الصراعات وتجنب الخلافات لمواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بنا. وينبغي أن نستشعر النعم التي أنعم الله بها علينا تحت الأرض وفوقها وأهمية المحافظة عليها، داعين المولى العلي القدير أن يوفق جهودنا لما فيه خير ومصلحة أوطاننا ورفاه شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح على كلمته. أصحاب الجلالة والفخامة، في الختام يسرني أن أوجه الشكر لكم على حضوركم الكريم ومشاركتكم الفعالة في هذه القمة، والتي عكست عمق العلاقة المتينة التي تربط دولنا ببعضها البعض وبالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي امتدادا واستمرارا لعقود من الروابط الاستراتيجية الوثيقة. ونشيد بما شهدته هذه القمة من حرص على مواصلة التقدم والتعاون فيما يعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية والمناخية والصحية وغيرها، متطلعين إلى مواصلة التعاون بين دولنا بما يحقق الأمن والرخاء والسلام والاستقرار والازدهار للعالم أجمع. وشكرا لكم.